عباد الله، حديثنا اليوم هو عن الأخت. الأخت هي الأم الثانية، وهي اليد الحانية، هي الصداقة الحميمة، وهي الذكريات القديمة. الأخت التي تحب أخاها وتتباهى به، فنجاحه نجاحها، وفشله فشلها، وسمعته سمعتها، وإن كان يمنعها أن تبوح بمشاعرها حياء النساء، ولكن أخاها أغلى إليها من الماء والهواء. نعم، تقول أم جميل بنت حرب في وصف أخيها أبي سفيان: زين العشيرة كلها، زين العشيرة كلها، في البدو منها والحضر، ورئيسها في النائبات وفي الرحال وفي السفر.